اللحن ما أعذبه والعلم ما أطيبه، شبابنا هكذا بعلم هواثبه، ونسوة في التقى أمثلة ضاربة، هلم كي نستمع للكلمة الطيبة. الإنسان إلى قيمة، إحنا في مجتمعاتنا الإنسان ما له قيمة، حتى الكبير يضرب، حتى البنت الكبيرة تضرب، هذه جاهلية بعد، هذا واقع. بالغرب أنت إنسان إلك قيمة، إلك شخصية، إلك كيان، لذلك تشوف مجتمعاتهم تختلف عن مجتمعاتنا. وإذا ما نغير نفسنا وما نغير هذا الواقع لن نتقدم. يقول إحنا عدنا بالعراق حضارات حمورابي ما أدري منه، شو السبب الحضارات؟ أنت شنو الآن؟ عوف الحضارات الماضية، لا تحكي لي بالحضارات ولا تحكي بحضارات العراق، ذاك راح. الآن أنت شنو؟ أنت قل لي ماذا؟ شلون العقل هذا يكون خلاق؟ الطفل اليوم لما تضربه يقدر يحفظ مادة بعد؟ يقدر يدرك؟ يقدر ينضج مادة؟ هو الأب اللي يقول لي، يقول لي وديته المدرسة قلت له للمعلم إيش قد ما تركت كتلة أكتلة. هذه حماقة، حماقة هذه. لذلك وين العقل؟ وين المعرفة اللي عندنا؟ اليوم نحن نحتاج إلى عودة حقيقية، والعودة الحقيقية والسعادة لن تكون عند لا ماركس ولا عند فرويد ولا عند لينين ولا عند ديكارت. السعادة الحقيقية عند محمد صلى الله عليه وآله. اللهم صل على محمد وآله. السعادة الحقيقية عند أمير المؤمنين، عند فاطمة الزهراء، عند أهل البيت. إذا تعاملنا وجعلنا أهل البيت قدوة حقيقية في حياتنا. شوفوا اليوم الإنسان لازم يكون واضح. أنا يوم محرم أصير خوش إنسان، شهر رمضان أبطل أغاني، بعد شهر رمضان أسمع أغاني، ما صار، ما يصير. لذلك تشوف أنت اليوم طلبتنا في جامعاتنا، سامع عن الحفلات التنكرية؟ سامع بيها؟ أخي ادخل على الفيس وشوف شنو أكو. هل يومين ثلاثة والله تخجل، والله تخجل. أنا ما أدري وزارة التعليم العالي وجامعاتنا شلون يسمحون بهذا الشيء. والله مظهر مو حضاري للعراق. يعني أنت تقبل يصير الطالب الجامعي بعد 16 سنة من العلم والمعرفة والتعلم، هذا الرجل الأكاديمي يتخرج بشكل مصاصي دماء؟ وين صايرة هذه يا أخي؟ علم، هذا علم؟ سوي تنكر على شكل أديسون والله ما يخالف، على شكل ابن سينا هم ما يخالف، على شكل ما أدري أفلاطون هم ما يخالف. بس أنت شاب بشواربك، بشواربك تلبس بدلة مال البنات ويصفوا يقول لك الشباب، إيش بقى بينا؟ أنا بس أسأل الشباب، بس أردفتهم هذا شلون يفكر؟ هذا جاب الجامعة يلعب ويتونس؟ ولا جاي يطلب علم ومعرفة؟ هذا راح يصير بروفيسور؟ هذا راح يصير دكتور؟ هذا راح يكمل دراسات عليا؟ هذا راح ياخذ ماستر ودكتوراه؟ بس أرد أفهم، ما قاعد أفهم المعادلة. ليش احنا بالغرب ماكو هالشي هذا؟ اللحن ما أعذبه والعلم ما أطيبه، شبابنا هكذا بعلم هواثبه، ونسوة في التقى أمثلة ضاربة، هلم كي نستمع للكلمة الطيبة.